الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الرجل في المنام لبيض الديناصور والله أعلم علامة على الأموال القادمة له والرزق الواسع، والله أعلم تدل رؤية بيض الديناصور في المنام، والله أعلم علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤية الأيام المقبلة. رؤية الفتاة العزباء بيض الديناصور في المنام، والله أعلم علامة على السعادة القادمة في حياتها خلال الفترة المقبلة. رؤية بيض الديناصور في المنام بشكل عام يكون دليل على المكاسب التي يحصل عليها صاحب الرؤية خلال الفترة المقبلة. رؤية الفتاة العزباء أن هناك ديناصور يهجم عليها، والله أعلم علامة على وجود أشخاص غير جيدين في حياتها وعليها الحذر، والله أعلم تدل رؤية ديناصورات في المنام تهجم على صاحب الرؤية تكون إشارة على أشخاص ماكرين يحيطون بصاحب الرؤية تلك الفترة، والله أعلم رؤية الديناصورات تهجم علي في المنام، والله أعلم علامة على الأذى الكبير الذي يتعرض إليه تلك الفترة من أشخاص مقربين منه، والله أعلم، والله أعلم تدل رؤية هجوم الديناصور في المنام، والله أعلم علامة على الأذى الكبير الذي يتعرض له صاحب الرؤيا، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل ليلة فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر، ولا تنسوا أيضا قراءة وردا يوميا من كتاب رب العالمين. يكفي يا أخوانا أن قراءة صفحتين قصاد بعض من القرآن الكريم بيساوي 5000 حسنة، وقراءة جزء واحد من كتاب الله يساوي 100,000 حسنة، وقراءة القرآن الكريم كاملا يساوي 3,000,000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، وهذا كله في حالة واحدة إذا تقبل الله عز وجل من عبده المؤمن، والله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، جعلني الله وإياكم منهم. ولا تنسوا أيضا أذكار الصباح والمساء، فمن أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات بعد صلاة الفجر و3 مرات بعد صلاة العصر أو المغرب. من قال هذا الدعاء لم يضره أي شيء، من قاله إذا أصبح لن يضره شيئا إذا أمسى، ومن قاله إذا أمسى لن يصيبه شيئا أو يضره شيئا إذا أصبح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.